احنا يعتبر كنا في المنتخب يعني احنا يعتبر ما ريحناش قوي، كنا بنستعد لبطوله البحر المتوسط لكن للاسف ما طلعناهوش يعني في اخر وقت. دلوقتي بنبتدي الاعداد بدني في الاول قبل ما نبتدي فولي، لسه على السيزون ممكن لسه شويه، بس احنا دايما بنبتدي بدري يعني عشان نكون جاهزين ان شاء الله. طبعا السيزون ده فيه تدعيمات كتير، منهم سارة امين من نادي الشمس ودعاء محمد من نادي الزمالك، طبعا اللاعبتين دوليتين بيلعبوا في المنتخب، عناصر جيده جدا، سنهم صغير، ان شاء الله هيكونوا اضافه لينا، ويمكن كمان ممكن يبقى فيه محترف يعني ما اعرفش الموضوع ده، فان شاء الله الفرقه السنه دي يعني تكون كويسه ان شاء الله ونقدر ننافس على كل البطولات زي كل سنه. طبعا احنا الحمد لله السنه اللي فاتت حصلنا على كل البطولات اللي اشتركنا فيها، فده عامل علينا شويه ضغط ان احنا لازم نحافظ عليهم، الناس بقت مستنيه ان احنا ما ينفعش نخسر، بالذات السنه دي البطولات هتكون اصعب من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت البطوله العربيه والافريقيه على ارضنا في مصر، واحده كانت في الاستاد واحده في النادي الاهلي الافريقيه. البطولتين اللي جايين العربيه والافريقيه احتمال هيكونوا في تونس، يعني العربيه ان شاء الله في شهر 12 صفاقسي هو المستضيفها، فطبعا المنافسه هتكون اصعب من ما كانت هنا.